موجز الرياضي. ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في هذه الأثناء السباق الرابع لهذا الموسم والذي يقام على كأس شركة علي فينتشر وكأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة، حيث يشهد السباق مشاركة 58 جوادا في 7 أشواط. السباق المراكز عدد المركز. واصل فريق قطر نتائجه السلبية في دور نجوم قطر، وذلك بعد خسارته أمام السيرية ب5 أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر في إطار مباريات الجولة 10 من عمر المسابقة. وقد جاءت أهداف السيرية بأقدام فوز عايش الذي تمكن من هز الشباك في 3 مناسبات، بينما أحرز اللاعب عبد القادر الياس 2، وبهذه النتيجة رفع السيرية رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد قطر عند 4 نقاط.